تحية طيبة. هو وصلنا لواحد يعني لبيك يعني تزاد، يعني وصلنا لأن خدينا من الوقت اللي دهز أول حالة الآن، فاحنا بالنسبة ومقارنة مع الدول اللي بدا فيها قبل منا فاحنا غاديين تنطلعوا لبيك. هي كاينه ان كاين ارتفاع لعدد ديال الحالات اللي هي كيتم التأكيد ديالها، وكذلك كنشوفوا بأنه كاين واحد زيادة في التحاليل، يعني في الدياغنوستيك باش نشخصوا المرض. اذا زدنا قد ما كنزيدوا قد ما كنزيدوا نتعرفوا على الحالات بالنسبة للناس اللي كيتعادوا في الأقارب أو لا في العمل إلى آخره. اذا هذه بالنسبة للعدد ديال الحالات، سما أنه هذه نقطة لكن كذلك كاين مشكلة أن الناس ما كيحترموش هذا الحجر الصحي، وكاين بعض الأحياء وبعض المدن اللي الأشخاص باقيين كيتعاملوا بها بواحد التهور وما احتاموش هذا العزل. إذن كيزيدوا باش من عدد الحالات لنفسهم وكذلك الأقارب أو للأشخاص اللي كيعملوا معهم. ولاحظنا في هذه الأيام الأخيرة فأنه كاين واحد العدوى اللي انتقلت من الأشخاص في العمل. هذه الأشياء خصنا لابد نحدوا منها باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللي هي معروفة، وباحتياط أخذ الوقاية اللي هي واجبة في كل مكان اللي كيبقى فيه العمل مستمر واللي هو مؤطر بالنسبة لنا من إجراء اللي عطاتها السلطاج. ان هاد الناس خصهم يحترموا لمبقاوش الزياده في العدد ديال الحالات، باش تبقى الزياده نسبيه على حسب التطور ديال الحالات ديال الفيروسيه اللي كتعرفها، الحاله الوبائيه اللي معرفناها في جميع الدول. اما بالنسبه عدد الوفيات، هو لاحظنا في العالم كاين تراجع في عدد الوفيات لعدة أسباب. فما كان الفيروس ما معروفش، كانوا بعض الإجراءات كذلك غير واضحة بالنسبة للإجراءات الطبية اللي بقات غادية وكتطور وكنتمنى وكتحسن يوم على يوم، لأن ما كنزيدو نعرفو المرض كنعرفو كيفاش الفيروس كيضر بجسم الإنسان، كيفاش كيعطي المرض ديال الرئتين، كيفاش كيأثر على أعضاء أخرى، كيفاش نتعاملوا معها في الانعاش. فبدات لهاد الحالات كتنقص لانه ولينا واحد كنتكفلوا بهم بطريقه احسن من الاول. يعني قد ما غادي يزيد الوقت قد ما غادي يتعرفوا على كيفاش نواجهوه بطريقه جديه. كما انه اللي تكلمنا عليه، كاين كذلك تشخيص في اوقات في حالات مثلا قبل ما توصل لواحد المراحل، واحد الحالات اللي هي خطيره واللي كتساعد تستدعي زعما بسرعه الدخول الى الانعاش او للعنايه المركزه. يعني لما كنتعرفوا على حالات قبل فكيقدر يكونوا ياخذوا الدواء ديالهم ويكونوا تحت الرعايه الطبيه، الشيء اللي كيقدر يحد من مثلا واحد العدد اللي ما كانش خصهم يوصلوا للانعاش واللي وصلوا ليه لسبب ما، واللي منه يقدر يكون تاخير في التشخيص او لا في المعلومات. ف يعني لاحظنا جوج الاشياء متضاربه. ده بالنسبة للعدد اللي كيتزاد، فهو كيتزاد لأن كاين الوباء كما قلت كيتزاد واحد شوية، لكن خصنا احنا نحترمو. يعني كاين مسؤولية تاع كل شخص وكل مواطن إلا بغينا باش نخرجو من هاد الوباء بكلنا مجموعين ومتحدين وما كنعرضوش راسنا والآخر لهذا المشكل. كما أنه في النقطة الثانية كذلك كاين واحد الأشياء اللي هي كتمشي مع بعضها، يعني التراجع ولو العدد كيتزاد الوفيات ما كتنقص. وهذا الشيء لأن تكلمنا بأن كاين تشخيص كيتزاد العدد ديال يعني التحاليل، وكاين تشخيص مبكر، كاين العناية بهاد الأشخاص قبل ما يوصلوا للأزمات، وكاين كذلك المعرفة الطبية والعلمية اللي هي تقدمت واللي هي كل يوم كتزيدنا شي شيء جديد مثلا باش نقدروا نواجهوا به هذا الوباء.